بالرباط دائما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز خنوش أجرى اليوم مباحثات مع نائب وزير الفلاحة الروسي ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري إيليا شيستاكوف، والذي يقوم بزيارة لبلادنا رفقة وفد هام يضم مسؤولين من مؤسسات روسية للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار اللجنة الحكومية المختلطة الروسية المغربية للتعاون في مجال الصيد البحري. روبورتاج سعاد سعيدراوي وعصام مصر. بين المغرب وروسيا علاقات تعاون متعددة الأوجه. قطاع الصيد البحري من أبرز القطاعات التي تحظى بتعاون مثمر بين البلدين. عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسي في لقاء لتقييم مسار الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال الصيد البحري، اتفاقية مارس 2016 التي ترأسها بروسيا جلالة الملك محمد السادس والرئيس الروسي. فكاين نشاط ديال الصيد البحري اللي هو يعني مهم في جميع المناطق ديال المغرب، وكنشوفوا كذلك الامكانيات ديال التعاون باش واحد العدد ديال المصانع المغربيه تاخذ لاغريمون ديالها باش تقدر تصنع الحوت وكذلك تقدر تصدر لروسيا. الاتفاقية الموقعة بين البلدين تنص على زيادة حصص الصيد الروسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمغرب من 100,000 إلى 140,000 طن سنويا. نائب وزير الفلاحة الروسي أكد في لقائه هذا على جودة المنتوج البحري المغربي الذي يحظى بالأفضلية في روسيا. المجالات التي تم التطرق إليها تهم بالأساس قطاع الصيد البحري، فالتعاون بين المغرب وروسيا هو الآن في أعلى مستوياته منذ الزيارة الملكية الأخيرة إلى روسيا. نحن ممتنون للمملكة المغربية على التوقيع خلال هذه الزيارة على اتفاقية جديدة للصيد البحري يسمح بموجبها للسفن الروسية بالصيد في حدود 140,000 طن. وللتذكير، ففي هذه السفن الروسية يشتغل عدد كبير من مهنيي الصيد من المغاربة، والطلبة المغاربة كذلك في إطار هذه الاتفاقية يدرسون في الجامعات الروسية. بالمقابل هناك 22 مليون دولار تضخها روسيا في هذه الاتفاقية، كما أن مجال الدراسات البحرية تشمله هذه الاتفاقية للتعاون بين المعاهد العلمية المغربية والروسية من خلال القيام بمسح للمناطق الساحلية المغربية ومراقبة تطور الأحياء البحرية، لأن هذا في غاية الأهمية في الشق البيئي للاتفاقية. في الأخير أتمنى أن تتطور هذه الشراكة بين البلدين. توفر المغرب على واجهتين بحريتين وعلى مساحة 3500 كيلومتر من الساحل وتوفره على 22 ميناء صيد مؤهلة فلاحية مهمة تغري شركاء المغرب وعلى رأسهم الشريك الروسي.